اخد العميد ثروت سويلة معانا على التليفون. مساء الخير يا فندم. خير كابتن حازم، ازي حضرتك؟ اخبار حضرتك ايه؟ كله تمام الحمد لله كابتن، ازي حضرتك؟ الحمد لله. وايه في سويسرا وهتعملوا ايه بقى وسته وبرضه يعني قول لنا بالظبط كده ايه الاخبار وامتى السفر وتعملوا ايه وايه وحياة المراقبين اللي رايحين من عندنا يراقبوا الانتخابات والكلام ده. لا هو حضرتك ان شاء الله السفر يوم الثلاث ان شاء الله، لان الانتخابات يوم ال 29 يوم الجمعه. الاستاذ جمال علام رئيس الاتحاد والمهندس احمد مجاهد الكابتن حماده المصري دول الوفد الرسمي للانتخابات، الحاج محمود الشامي والكابتن حسن فريد نائب رئيس الاتحاد مراقبين للاتحاد او بدعوه من الاتحاد الدولي كمراقبين للانتخابات. وانا اجتماعات المدير التنفيذيين دي على هامش الانتخابات اللي هي مؤتمر يعني، وهكون في حضور برضه الانتخابات. الموضوع ده كله ان شاء الله باذن الله هيحسم بقرار مجلس اداره يوم الاحد ان شاء الله. ده بالنسبه لسفريه سويسرا. معلش عايز اسال على موضوع اجتماع المديرين التنفيذيين، يعني تروحوا تجتمعوا تقولوا ارائكم مثلا وتقولوا انتوا بتعملوا ايه ولا هم يقولوا لكم تعملوا ايه؟ يعني برضه نوضح للناس. والله يا كابتن حازم هو يعني الاجتماع ده مؤتمر طبي ومؤتمر تنفيذي، يعني المؤتمر في اجتماعات الاتحاد الدولي بيكون على هامش الاجتماعات، بيكون في مؤتمرات لسكرتير عام الاتحادات لممثلين الاتحادات الطبيه. فالموضوع ده حضرتك هم يعني زي ما كان في من خلال من اسبوع من حوالي اسبوع كان في مؤتمر منسقين الامنيين على مستوى الاتحاد الافريقي. فالموضوع ده بيبقى كل اتحاد او كل اجتماع كونجرس بيتم فيه على هامش الاجتماعات دي في مؤتمرات مضمونه. ايه بقى؟ انا ما رحتهاش قبل كده، دي اول سفريه ليها في سويسرا يعني. ان شاء الله خير. طيب كلمنا على ملاوي يا فندم، ماتش ملاوي بوروندي اعتذر قبل الماتش وده يمكن كوبر خلاه متضايق شويه وماتش ملاوي، ماتش ملاوي يوم 6 يوم 8/6 ان شاء الله باذن الله، ماتش خلاص شور ولا ممكن يكون في تاجيل او الغاء؟ أو لو حصل مثلا الغاء هل في بديل في بلان بي عندنا ولا هنفوجئ بالغاء ويبقى الراجل ما يلاقاش ماتش يلعبه قبل المباراه الرسميه؟ يعني كابتن حازم بعيدا عن ماتش ملاوي لازم برضه حضرتك قلت حاجه كده ان مستر كوبر كان متضايق. لا مستر كوبر حضرتك هي طبعا ظروف خارجه يعني بوروندي عندها مشاكل سياسيه وبتاع. لا انا عاوز اقول لحضرتك ان بوروندي الاتحاد البوروندي بعت امبارح خطاب اعتذار للاتحاد المصري ان ظروف خارجه وظروف قاره. بالنسبه لمستر كوبر في حديث ليه في قناه النيل للرياضه قال ان انا يعني كان في ناس قالت حضرتك كده ان كوبر مستاء. لا الراجل يعني راجل بيتعامل باحترافيه تدريبيه، راجل قال ان انا عارف ظروف صعبه. وعلى فكره كابتن حازم كان في ناس اتكلمت قالت لك مين اللي اختار الميعاد ده ودي مش اجنده دوليه، هو مستر كوبر هو اللي اختار. تنسيقا مع الكابتن عامر حسين اختار اليوم ده ان يكون في مباراه. خلي بال حضرتك برضو ليه اختيار بوروندي او جيبوتي او البلاد دي؟ لان ما عندهمش محترفين ودي مش اجنده دوليه، فكنت لازم تتعامل مع تصنيف ثالث او رابع. فده السبب. ماتش ملاوي ان شاء الله باذن الله المعسكر يوم 5 في اسكندريه باذن الله، الماتش يوم 8 في برج العرب. هيستمر المعسكر عشان حضرتك انت عارف ماتش تنزانيا يوم 14 باذن الله. عندنا ماتش مهم جدا برضه يا كابتن حازم، الجزائر في الجزائر في المنتخب الاولمبي. الكابتن حسام البدري كانت الدعوه دي جت من الاتحاد الجزائري مباشره. احنا تعاملنا المره دي يا كابتن حازم عشان كان في ظروف وانت حضرتك اتكلمت فيها في ماتش غينيا، كان في شركه وسيط في الموضوع ده. احنا المره دي اتعاملنا مع الاتحادات مباشره، فدي دعوه من الاتحاد الجزائري للاتحاد المصري. ان شاء الله برضو هيسافر الكابتن حسام بفرقته كلها ان شاء الله يوم 8، الماتش 11 هيرجع 11 بالليل باذن الله. ان شاء الله باذن الله. يعني كوبر مش متضايق ولا حاجه، الدنيا كويسه يعني. يعني اعتقد ان كده. طيب اعتقد ان كده ملاوي، يعني قصدي لو ملاوي ما جاتش في حاجه عندنا ممكن نلحقها ولا يعني خلاص انتوا 100% ملاوي تكون موجوده؟ عشان برضو يعني الاتحاد مش محتاج او يعني ما يستحملش انتقادات اكتر من كده. لسه الاستاذ جمال علام بيكلمني امبارح في ان يبقى في بديل. يعني انت حضرتك بوروندي ما كانش فيه اهمال او أيوة. من الاتحاد، فهو برضو حرصا ان ملاوي لاخر لحظه. فبدانا نتكلم فعلا لو ملاوي ما جاتش يبقى ايه البديل بتاعها، لكن هم بعتوا لنا فعلا تاكيد ان هم جايين يوم 5 هيلعبوا يوم 8 معانا. اعتقد برضو في الحسبان عن طريق الكابتن حسن فريد المشرف العام على المنتخب ان يكون في بديل لماتش ملاوي في حاله اعتذاره، لكن ان شاء الله مفيش اعتذار باذن الله.
ان شاء الله. بشكرك يا فندم سيد العميد ثروت سويلم، شكرا جزيلا، مدير التنفيذي لاتحاد الكره المصري.